يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، هل هناك فرق بين الإيمان والإسلام في هذه الآية؟ كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، بينهما فرق عموم وخصوص. لما قال إن كنتم آمنتم بالله عليه توكلوا إن كنتم مسلمين قدم الإيمان، فكل مؤمن فهو مسلم. نعم.